صار حيث لا أدري هل يكفي عندهم شكري أن أدعى خادم الزهراء ذا رزق ليلة القدر ذا رزق ليلة القدر من أنا من خادم أم الحسن كل هذي المنان يا فاطمة أي حنان اسمها في اللسان يعطي لي النطف شان يا فاطمة يا خادم الزهراء في ذاك خذ حذرك بكفها تدن أو ترفع قدرك ونعمة لو قد حرمتها شكرك يستبدل الله بالخدمة غيرك يا زهراء مدد يا زهراء 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 تبكيني أحرف المدح إن صوتي بح في النوح يا نفسي هوني يا نفسي واخشي من غفلة المنح هل أستحق حسن ظن الملا حين أنعى على حال الإمام لست سوى ضيف هذي الخيام ونعال الخدام عز المقام أبكي على العطرة وإله لكني لليوم لم يقرح مثل الرضا جفني كم أذكر النار والصوت والباب وليس مزرقا كفاطم متني يا زهراء مدد يا زهراء 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 في الخدمة طرق شتى لا ندري أيها أسرع من يعلي في النعي صوتا أو من في المأتم يدمع هل يا ترى من يقدم مال من يصف النعال للزائرين وآخرون يطعمون الطعام على حب الإمام مستبشرين من يكتب شعره ويلطم صدره من يخدم الناس أو يكنس الغبر من كل ما يرجو من فاطم النظر جميعهم يدعى بخادم العترة يا زهراء مدد يا زهراء